كان حضور واحد المناسبة عزيز جدا علينا، اختلطت فيها المشاعر، ونحن هنا في الذكرى الأولى لاستشهاد الأخ والصديق الحاج عبد الوهاب الفقيه. اليوم كما لاحظتوا الألاف حضرت اليوم، وهي تتبين مدى التمسك ديالها بالأخ عبد الوهاب، وكذلك هي مناسبة أننا نشاركوا الدعاء، وهي مناسبة كذلك لتوحيد الصف. هذه من بين المناسبات اللي تتخلينا أننا نوحدوا الصف، خاصة أن ما تعيشه الجهة اليوم، جهة من مواد نون، يعني بعض الحالات التي طفت على السطح خلتنا أننا نفتقدوا لمسة عبد الوهاب الفقيه، لمسات الحكمه، ذلك الدور اللي كان يقوم به، الدور ديال التوازن السياسي والاجتماعي. يعني اليوم يعني بعد تصرفات المسؤولين السياسيين وكذلك المسؤولين الاداريين، بينت بان هناك نوعا ما غياب الحكمه، ونوعا ما يعني افتقدنا للدور الذي كان يقوم به الاخ عبد الوهاب الفقيه. فاليوم يعني المطلوب هو توحيد الصف، والمطلوب هو يعني اننا نكون جدار اسمنتي وراء كل ما يمس بالمقدسات الوطنيه. اليوم كاين بعض الامور الغير 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 يعني الغير محموده تحدث بجهه قبل مواد نون، خاص توحيد الصف من اجل التصدي اليها. وكلنا امل على انه اليوم وحنا في هذا اللقاء، الذكرى ديال استشهاد عبد الوهاب الفقيه، هي مناسبه كما هي مناسبة للترحم عليه، ولكن هي كذلك مناسبة لأننا نذوق نقص الخطر، بأنه خص 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 الحكمة تحضر في التعامل مع الكثير من الملفات، وإن شاء الله متفائلين بمستقبل أفضل إن شاء الله. هائلة وديناميات كبيرة جعلت منه الشخصية ذات الكاريزما في العمل السياسي والتنظيمي.